السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي جونيور 2، معكم من قسم اللغة العربية مس سمر كامل تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم. بنكمل مع بعض المحور الأول من أكون. الموضوع الثاني فيه اسمه أهتم بنفسي. في الموضوع ده هنتعلم إزاي نهتم بنفسنا وبصحتنا. معانا النهاردة قصة عادات صحية، تعال نشوف قصتنا النهاردة بتحكي عن إيه. فأنا النهاردة قصتنا أو درسنا بعنوان عادات صحية. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي الساعة 6 صباحا وهو يشعر بتعب وإجهاد. صديقنا فادي صحى من النوم في الصبح الساعة 6، كان حاسس أنه تعبان جدا ومجهد جدا. يا ترى ليه؟ بدأ يسأل نفسه، لماذا أشعر بألم في جسمي؟ أنا ليه حاسس بكل الألم دوت؟ رد عليه والده، أنت من فعلت هذا بنفسك يا فادي. والده قال له، أنت اللي بتعمل كده في نفسك. بدأ فادي يتساءل، ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة أو أعمل إيه عشان تكون صحتي جيدة؟ قال الأب، أن تتناول طعاما صحيا فيه نشويات خضروات وفاكهة وبروتينات وأن تمارس الرياضة بانتظام. والده قال له، علشان تكون صحتك كويسة جدا لازم تتناول طعام صحي. يعني ايه تتناول؟ تتناول يعني تأكل أو تأخذ. لازم يكون الطعام بتاعنا صحي. يعني ايه صحي؟ صحي يعني مفيد، يعني ما كلش حاجة مضرة بصحتي. زي ايه الحاجات بقى الصحية؟ ايه هو الطعام الصحي اللي لازم اكله وانوع فيه؟ قال لي فيه نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات. تعالى نشوف كل واحدة من دول يعني ايه. النشويات دي حبايبي يعني حاجات زي المكرونة وزي الارز والايه وكل المنتجات اللي شبههم. والخضروات، الخضروات طبعا عارفينها زي الخيار زي الطماطم الجزر، والفاكهة زي الموز والبرتقال والتفاح والبطيخ وغيرهم. والبروتينات زي اللحوم الأسماك الدجاج، كل الحاجات دي بتبقى ايه؟ بروتينات. يبقى انا الطعام بتاعي لازم يكون ايه عشان يكون صحي؟ لازم يكون فيه كل الأشياء دي. تاني حاجة قالها له، وأن تمارس الرياضة بانتظام. لازم كمان نلعب رياضة بانتظام باستمرار. تمام، فرد فادي وقال ايه؟ احتاج لان انوع في طعامي وامارس الرياضة. فادي هنا عرف دلوقتي المشكلة فين وقال لوالده، انا فعلا محتاج انوع طعامي، يعني اخلي طعامي مش متكرر، يعني مش كل يوم اكل مكرونة مكرونة مكرونة، لا لازم كل يوم اكل حاجة متنوعة عن اليوم التاني. طيب واعمل ايه تاني؟ وامارس الرياضة. يبقى النهاردة عرفنا ان فادي كان بيشعر بألم، كان عنده وجع في جسمه، كانش عارف ايه السبب، ووالده نصحه بايه؟ ان يتناول الطعام الصحي. وعرفنا ان الطعام الصحي فيه نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات. تعال نشوف اللغويات بتاعتنا. جدول المفردات اللغوية عندي، تعال نشوف معاني الكلمات الجديدة اللي عرفناها النهاردة. قابلني كلمة استيقظة. استيقظة يعني صحة. استيقظة يعني ايه؟ صحة من النوم. يشعر معناها يحس. كلمة غرفته يعني حجرته. الغرفة يعني حجرة اللي هي الأوضة يعني اللي كان نايم فيها، يبقى غرفة معناها حجرة. كلمة ألم يعني وجع. صحي معناها مفيد. إجهاد معناها تعب. عندي المضاد، الكلمة مضادها. كلمة استيقظة احنا عرفنا ان معناها صحة، مضادها او عكسها هيكون ايه؟ هيكون نام. يبقى استيقظة يعني صحة ومضادها نام. كلمة اجهاد كان معناها تعب، طيب عكسها ايه؟ عكسها هيكون راحة. يبقى اجهاد يعني تعب ومضادها راحة. كلمة الصغيرة مضادها الكبيرة. كلمة صباحا مضادها مساء. وصلنا للجمع. هنشوف الكلمة وجمعها. جمع غرفة غرف. جمع ألم آلام. جمع الجسم الأجسام. جمع طعام أطعمة. جمع فاكهة فواكه. هنبدأ نشوف الأسئلة بتاعت درسنا النهاردة.
السؤال الأول عندي بيقول: متى استيقظ فادي من النوم؟ ها، متى استيقظ فادي؟ تمام، الساعة 6 صباحا. يبقى متى استيقظ فادي؟ الساعة 6 صباحا. السؤال الثاني: ماذا يحتاج الجسم ليشعر بصحة جيدة؟ جسمنا محتاج ايه عشان تكون صحته كويسة؟ الوالد قال ايه؟ يحتاج الى طعام صحي. ماذا يحتاج الجسم ليشعر بصحة جيدة؟ يحتاج الى الايه؟ الطعام الصحي. تمام. رقم 3: بما يشعر فادي عندما استيقظ؟ ها، شادي اول ما صحى من النوم كان بيشعر بايه؟ شعر بتعب واجهاد. يبقى بما يشعر فادي عندما استيقظ؟ شعر بتعب واجهاد. السؤال الرابع: ما الطعام الصحي؟ ايه هو الطعام الصحي بقى اللي عرفناه النهارده؟ كان عندي 4 حاجات مهمه جدا في الطعام الصحي بتاعي، كانوا ايه؟ يحتوي على نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات. يبقى 4 حاجات في الطعام الصحي لازم نعتمد عليهم. ايه هو الطعام الصحي؟ نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات. أسئلة بيقول أكمل. رقم 1: النشويات مثل، احنا قلنا النشويات مثل ايه؟ مثل الارز والخبز. يبقى النشويات عندي زي الارز والخبز. السؤال الثاني: البروتين مثل، قلنا البروتين اي حاجة زي اللحوم، لحوم، اسماك، دجاج، بيض، الحاجات دي كلها عبارة عن ايه؟ عن بروتين. يبقى البروتين مثل ايه؟ هنقول اللحوم والاسماك. السؤال الثالث: البقول مثل، البقول دي بقى زي ايه؟ البقول دي اللي هي الحبوب يا حبايبي، الحبوب، اي حاجة زي الحبوب، زي ايه؟ الفول والعدس. رقم 4: الفواكه مثل، الفواكه طبعا في امثلة كتير منها، الموز، البرتقال، التفاح، اي فاكهة انت تعرفها. عندنا القرائية، تعالوا نشوف أسئلتنا. أكمل شبكة المفردات. الشبكة عن الطعام الصحي، في الطعام الصحي أقدر أكتب أي حاجة من الحاجات اللي عرفناها النهاردة. تمام؟ طيب إحنا قلنا الطعام الصحي إيه هو؟ البروتينات والنشويات والخضروات والفاكهة. يبقى في شبكة الطعام الصحي هكتب أنواع الطعام الصحي اللي تعرفنا عليها النهاردة. تمام؟ أكمل خريطة الكلمة. كلمة استيقظ، طالب نوع الكلمة، المرادف، المضاد، وجملة على الكلمة. طيب كلمة استيقظ نوعها ايه يا ترى؟ دي هتكون ايه؟ استيقظ اسم ولا فعل؟ طبعا ده فعل. طيب قلنا استيقظ معناها ايه؟ ايه المرادف او معنى كلمة استيقظ؟ استيقظ يعني صحى. استيقظ يعني ايه؟ صحى. ومضادها هيكون ايه او عكسها؟ عكسها نام. يبقى استيقظ معناها صحى ومضادها نام، وهي فعل. طيب عايزين جملة عنها، هنقول ايه؟ استيقظ فادي من النوم. تمام. السؤال اللي بعده: اكتب كلمات على نفس الوزن. تعال نشوف ايه الكلمات اللي عندي النهاردة. رقم 1: كلمة فادي، محتاجين كلمة على نفس وزنها، يعني كلمة 4 حروف فيها مد ألف وآخرها مد ياء. كلمة فادي هنجيب على وزنها ايه؟ ممكن شادي، نادي،
هادي، يبقى فادي شادي نادي هادي. تمام. طب تعالى نشوف رقم 2، كلمة صغيرة. ها كلمة صغيرة، ايه الكلمة اللي على وزنها؟ ممكن نقول ايه؟ كبيرة، سميرة، قصيرة. يبقى كلمة صغيرة على وزنها كبيرة، سميرة، قصيرة. تمام. عندي هنا سؤال، اكمل عائلة الكلمة. عائلة الكلمة احنا متفقين ان احنا بنجيب كل قرايب الكلمة اللي شبهها، عائلة يعني كل اخواتها اللي يشبهوها. طيب رقم 1، كلمة طعام. ايه هي عائلة الكلمة الطعام؟ هجيب كل الكلمات اللي فيها نفس حروف كلمة طعام. زي ايه؟ زي يطعم وأطعمة ومطعم وممكن طعم، اي كلمة ايه مرتبطة بالحروف دي. طيب رقم 2، يشعر. عائلة الكلمة اللي يشعر ممكن نقول ايه؟ اشعر وشعور وتشعر. تمام. يبقى انا عندي عائلة الكلمة اللي يشعر، اشعر، شعور، تشعر. جميل جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. اخر سؤال عندنا النهاردة، اقرأ ثم اجب. عندي قطعة صغيرة هستخرج منها بعض الاستخراجات. بيقول في غرفتي الصغيرة استيقظ فادي الساعة 6 صباحا وهو يشعر بتعب واجهاد. هنستخرج اسم وفعل وكلمة بها الف ولام ونوعها وضمير غائب وحرف جر وتنوين ونوعه. تمام. اول حاجة عايزين اسم. ها ممكن نستخرج من القطعة اسم. ايه الاسم اللي موجود في القطعة عندي؟ في كلمات كتير ممكن تكون اسم. زي ايه؟ زي الصغيرة، زي فادي، زي الساعة، زي السادسة، زي صباحا، زي تعب، وزي اجهاد. يبقى عندي اسم ممكن نكتب ايه؟ هنقول فادي، وممكن نختار كمان السادسة. تمام. طيب محتاجين فعل. فعل زي ايه؟ استيقظ. الفعل الموجود عندي استيقظ، وممكن يشعر كمان. طيب كلمة بها ألف ولام. عندنا كلمة الساعة. طيب نوعها ايه الألف واللام دي؟ دي لام ايه، شمسية ولا قمرية؟ الألف واللام بعدها سين. السين من حروف اللام الايه؟ من حروف اللام الشمسية. يبقى عندي كلمة الساعة ونوعها ايه؟ شمسية. طيب ضمير غائب، فاكرين ضمير الغائب؟ ها كان عندنا ضمير غائب 2، ايه هما؟ هو وهي. هو وهي. ها ايه ضمير الغائب اللي موجود عندي في القطعة؟ موجود عندنا هو. طيب حرف جر، فاكرين حروف الجر؟ احنا قلنا حروف الجر ايه هي؟ من وإلى، عن وعلى، في والكاف واللام والباء. ها هندور على حاجة منهم في القطعة بتاعتي. عندي ايه موجود عندنا في القطعة؟ في، حرف الجر في. طيب استخرج تنوين. ها موجود عندنا تنوين زي كلمة ايه؟ صباحا. احنا عارفين ان التنوين ايه هو؟ فتحتين او كسرتين او ضمتين. طيب نوعه ايه التنوين ده؟ تنوين بايه؟ تنوين بالفتح. تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا حبايبي النهاردة. اسيبكم ان شاء الله واشوفكم المرة الجاية بإذن الله في فيديو تاني.